نحن الآن في حي 436 مسكن، سيتي جديدة 436. كانت في 2014 أو 2015 كانت عبدت الطريق، لكن نص حكم ما تعبتش، وطال عليها الأيام وشوف اليوم الحفر فيها محفرة، فيها البغلي جلاخ الحفر، يعني حتى الناس ما تقدرش تتكلم على روحها، يعني الطريق ممكن هكا محفرة. وفي 2021، نحن داخلين 2021 في دائرة تاع المالح، دائرة غنية عندها، كاين عندنا بزاف هذو لي زونتربريز تاع الكودرون، ولا كانوا يجيبوا على الأقل ويديروا لها طابي ولا يديروا لها، تشوف محفرة بزاف. يعني تضايقت، قمت بتصوير ولا بتصوير فين معناها الحفر، وحفر كثيرة، ولكن تجنبته لبعض الشوارع حتى لا أضايق بعض الناس، وقمت وصورت. أتمنى إن شاء الله من السلطات المعنية بالأمر باش تقوم بالواجب تاعها على الأقل، ودير مشروع تاع تعبيد الطرقات وتكملهم. يعني الناس رانا في 2020، راه فيها أطفال يطيحوا، راه فيها سيارات، فيها الآن رانا الحمد لله رب العالمين عفوا رب العالمين أغاثنا هذا اليوم، لكن راك تشوفوا يعني الغيث النو النافع إن شاء الله بحول الله يكون نافع لينا للعباد وللبلاد والعباد، لكن صبت شوية نو وشوفوا شوقع الحفر. أتمنى إن شاء الله بحول الله اللي يشوف هذا المسؤول، اللي يشوف هذا الفيديو، يراعي الظروف تاع هاد السكان تاع 436، من حقهم حتى هما باش يكون لهم حق باش يكون عندهم طابي وتكون الأرض نقية، حتى إذا كان ولده دخل البيت يدخل للسكنة تاعهم ويدخل نقي. يعني الطريق محفرة، يعني حتى أنك قلبك يتزير كي تشوف الطريق حفرنا. وشكرا، بارك الله فيكم.